سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تفعيل عرض ترويجي على تطبيقكم تيك توك. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على إشعارات البريد. نقوم بالضغط هنا على إشعارات البريد الإلكتروني، من ثم سوف نقوم بانتظار قليلا، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على عروض الترويجية. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل عروض ترويجية، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.